السلام عليكم أعزائي الفلاوين، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة. أثاث الثقة كما عودتكم هذه السمانة راح نزيدو نفاجئكم بصالونات لي موديل اللي شتوهم ديجا ودي موديل جدد، كما اليوم عودة صالون ليون. خاوتنا كما راكم تشوفوا هذا الصالون الفخم اللي كان مطلوب بزاف من الزبائن تاعنا ومتتبعين صفحه اثاث الثقه، راهم يعرفوه باللي صالون صح فخم وبزاف شباب. خاوتنا اضربوا فيه لمحه ونعاودوا نولوا ليه. لو صالون ليون خاوتنا فيه 7 بلاص كما راكم تشوفوا، فيه اون بونكا تاع 2 بلاص وفيه اون بونكا تاع 3 بلاص وفيه دو فوتاي تاع اون بلاص كما راكم تشوفوا خاوتنا. كما راكم تشوفوا خاوتنا لي زاكو دوار تاعو فيه ديزاين بزاف شباب لي راهو مخدوم بالاتر، لي بي تاعو لي راهم ثاني بالاتر خاوتنا، ومام السوك تاعو لي راهو كومبلي بالاتر كما راكم تشوفوا خاوتنا. القاعدة تاعو بالديتونت خاوتنا، وكيما راكم تشوفوا في القاعدة تاعو كاين ديزاين بزاف شباب خاوتنا، وبيان فيني كيما راكم تشوفوا لا فينيسيون، وفيه اون جوتي هدية من محل اثاث الثقة خاوتنا. لي زاكو دوار تاعو ثاني راح تلقاو فيه ان ديزاين لي بزاف شباب خاوتنا، لي راح يكون متكامل مع ظهر تاعو كيما راكم تشوفوا خاوتنا. ديزاين تاعو بزاف شباب ما شاء الله خاوتنا. لا كاركاس تاعو راهي كومبلي اون بواروش خاوتنا. التيسي تاعو لي راهو بلان بيرميابل خاوتنا كيما عودتكم اثاث الثقة كيما راكم تشوفو خاوتنا، حاجة بزاف شابة. نروحو نشوفو 3 بلاص تاعو خاوتنا. خاوتنا 3 بلاص تاعو تقدر تقول يقعدو فيها 4 ونورمال كيما راكم تشوفو، لي بزاف واسعة وفيها لو ميم ديزاين في لي زاكو دوار كيما راكم تشوفو، لي مخدوم كامل بالاتر، لي بي ثاني اون اتر، والسوك تاعو كامل بالادر كيما راكم تشوفوا، وراهم رونفورسي بام بي في الوسط كيما راكم تشوفوا اللي مخدوم ثاني بالادر خاوتنا. لاكودوار تاعو اللي راهو كابيتوني بتيسو لامبرميابل كيما قلت لكم خاوتنا، بالديزاين هذا اللي حيكون متكامل مع ظهر، وظهر اللي راهو مقسوم اون دو كيما راكم تشوفوا خاوتنا، ودو جوتي هديه من محل اثاث الثقه. القاعده تاعو اللي راهي بالديترون ثاني خاوتنا. لا بونكا تاع 2 بلاص خاوتنا كذا ومثله كما راكم تشوفوا، وثاني تالمو واسعه يقدروا يقعدوا فيها 3 ونورمال، لي مخدومه بدي ترونت القاعده تاعها لو ديزاين هذا لي شباب بزاف، لي حتلقاوه ثاني في لا بونكا تاع 3 بلاص ولي فوتاي تاع 1 بلاص، وثاني فيه زوج مخايط في ظهر كما راكم تشوفوا لي فيهم ثاني ان ديزاين لي حيكون متكامل مع لا كودوار كابيتوني لي راكم تشوفوا فيه، لي تيسو تاعو امبرميابل خاوتنا وبزاف هايل. في لي زاكو دوار تاعو راح تلقاو لو ميم ديزاين اون اتر خاوتنا كيما راكم تشوفو، ولي بي تاعو اللي راح يكونوا بالاتر ثاني خاوتنا، ومام السوك تاعو كيما راكم تشوفو خاوتنا. خاوتنا لو صالون هذا متوفر في عدة الوان. خاوتنا كنتو مع لو صالون ليون، ان شاء الله يكون عجبكم كيما عجبنا احنا. نعاود نذكركم بالخصائص تاعو. لو صالون ليون اللي القاعده تاعو راهي مخدومه بالدي ترونت، قاعده جد مريحه خاوتنا، لا كاركاس تاعو اللي راهي اون بوا روج، لونكادرومون تاعو اللي راهو كامل بالاتر، ولي بي تاعو اللي راهم ثاني بالاتر خاوتنا. هذا الصالون اللي فيه دو فوتاي تاع اون بلاص، اون بونكا تاع 3 بلاص، و اون بونكا تاع 2 بلاص، يسوى 16 مليون و 800 مع النقل 58 ولايه. خاوتنا لو صالون ليون ان شاء الله يكون عجبكم كيما عجبنا احنا، السعر تاعو اللي راهو ب 16 مليون و 800 مع النقل 58 ولايه. للحجز او للاستفسار تقدروا تتصلوا بنا بالارقام اللي راهم اسفل الشاشه. ما تنساوش خاوتنا تكثرونا من الجام وتدخلونا في لي كومونتير رايكم على هذا لو صالون. شكرا لكم على متابعة الفيديو، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.